السلام عليكم باشمهندسين، سامعني كده؟ السلام عليكم باشمهندسين، سامعني؟ وعليكم السلام. تمام يا باشمهندس، سامعين؟ طب يلا بينا نبدأ المحاضرة بتاعتنا كده عندي إن شاء الله. تعالوا دلوقتي كده مع بعض كده عندي إيه؟ تعالوا دلوقتي كده مع بعض كده عندي هنقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي كده عندي المحاضرة بتاعتنا. نبتدي نتكلم كده عندي إيه؟ نبتدي نتكلم كده عندي على بقية مكونات برنامج الإنديزاين عشان خاطر نبتدي نخلص كده عندي كل المحتويات بتاعت البرنامج عشان نبتدي إن شاء الله نبتدي نعرف نطلع شغل من برنامج كده عندي إيه؟ من برنامج الإنديزاين. طيب تعالوا كده دلوقتي كده معايا، بص كده معايا كده عندي كنا ابتدينا كده عندي ايه؟ كنا ابتدينا كده عندي في المحاضرات اللي فاتت خدنا كده عندي واجهة البرنامج، خدنا كده عندي شريط الخصائص، خدنا كده عندي شريط او صندوق الادوات او التول بار، وخلصنا كده عندي البارح الحمد لله كل الادوات اللي موجودة كده عندي في التول بار. ابتدينا نتكلم كده عندي على قائمة بيجز واستخداماتها، ابتدينا نتكلم كده عندي على قائمة لير كويس واستخداماتها كده عندي اهوت. تعالى دلوقتي كده النهارده نتكلم كده عندي على قائمة مين؟ على قائمة ستروك. تعالى كده عندي نبتدي نتكلم النهارده على قائمة مين؟ على قائمة ستروك. ايه قائمة ستروك دي كده عندي؟ دي القائمة المسؤولة عن إعدادات الستروك كده عندي. القائمة المسؤولة عن إعدادات الستروك هي عبارة عن القائمة المسؤولة عن عمل إعدادات الستروك كده عندهم. طيب جميل، إحنا خدنا القائمة دي قبل كده ولا لأ كده عندي؟ خدنا القائمة دي على ما أعتقد، ما خدناش قائمة الستروك قبل كده. طيب لا يا تعال، باشمهندس، ما خدناش. ما خدناها خدناهاش كده الفصل. عندهم. بص بقى مع بعض، بص عندي يا باشمهندس، تعال دلوقتي لو عملت فايل نيو دوكيومنت، فتحت ملف جديد كده عند اهوت وضغطت اوكي، تعالى دلوقتي عشان ابتدي ان انا اعمل ستروك. الستروك حضرتك ممكن تعمله باكتر من طريقه، يعني ممكن تبتدي تعمل اد لاين ده ستروك، تعتبر بالبنسل كده عند ستروك، بالبين تول هتبتدي تعمل ستروك، الاشكال اي شكل انت بتبتدي ترسمه ده ليه ستروك كويس. تعالى كده مع بعض اد لاين كده عند خط كده عند اد الستروك كده عند اهوت اد الستروك. طيب ادي كده عندي الستروك اللي رسمته ده، حجم الستروك بتاعي كده، ده حجم الستروك، ده حجم الستروك بتاعي. بص كده 17 17 هنا كده عندي. طيب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض بص لي كده عندي على الثلاث ايقونات دول. ايه الثلاث ايقونات دول؟ شكل الستروك بتاعك، شكل الاستروك بتاعك، شكل الاستروك بتاعك كده، نهايته، نهاية الاستروك. أول حاجة كلمة كويس اللي هي كده عندي بات كاب. يعني إيه كده عندي بات كاب كده عندي؟ يعني معناها إن الاستروك بتاعك كويس نهايته على نهاية اللاين اللي في اللاين اللي منور جوه. أدي الأسود على النهاية كده عندي. طب لا ده أنا عايز سراوندد، يعني معناها إن النهاية دي هتبقى دايرة كده عندي. دايره هنا ودايره هنا كده عند راوند. شايف خدت بالك الكلام ده؟ طيب طب انا عايزها كده عندي ايه؟ انا عايزها كده عندي اللي هي بروجكتنج كاب، هتبقى نهايه مربعه كده عندي زياده كده عند زياده عن حجم مين؟ عن حجم الاستروك بتاعك، نهايه مربعه كده عند دوت، وادي نهايه مربعه كده عند دوت اهي، ادي مربعه وادي مربعه كده عند. يبقى انا كده عندي حته ايه؟ البط الراوندينج كده عندي ايه؟ البروجكتنج كده عندي. يبقى ليه كده عندي حته مين؟ حته الثلاث ايقونات دول اللي هم الكاب، اللي هم الكاب. طيب انا عندي كلمه الجوين. ايه الجوين دي بقى كده عندي؟ ايه كلمه الجوين؟ بصوا معايا كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض لو جبنا كده عندي شكل وليكن شكل ثلاثي مثلث كده عندي. جميل، ادي مثلث، كبر لي حجم الاستروك.
الميتر ليميت، نهايات الاضلاع اللي معمول لها جوين. جوين يعني ايه؟ يعني متصل، ضلع متصل بالضلعتين. بص كده معايا الميتر. طب خلينا دلوقتي عدبان كده عندي فين؟ في الحتة التانية دي. بصوا مع بعض، ده جوين. طب انا عايز كده اول واحد كده عندي اللي هو ايه؟ ميتر جوين كده عند دوت اللي هي مدبب مدبب مدبب. طب لا، ده انا عايزه كده عندي ايه؟ انا عايزه راوند جوين، دايره كده عندك. بص كده معايا، دايره كده عندك راوند. طب ده انا عايز كده عندي ايه؟ عايز بيفل جوين مشطوفه، شطف 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 كده عندك. يبقى انت عايز كده عندي ايه؟ كويس، انت عايز كده عندي بص يا استاذ، حد يجاوب كده عندي لمحمد كده عندي في الشات كويس، وحد يقول لي سهام كده عندي تعمل ايه عشان الصوت يطلع لها كده عندي. بص مع بعض كده، يبقى دي كده عندي حته الجوين، دي كده عندي حته الراوندد، دي كده عندي حته مين؟ حته البيفل كده عنده. طيب بص بقى معايا كده عندي بس الالاين ستروك، الالاين ستروك. بص كده مع بعض كده عندي الستروك نص بره الشكل ونص جوه الشكل. الاين ستروك ايه؟ اللي هي السنتر، سنتر اهي، دي سنتر كويس، نص بره الشكل ونص جوه الشكل. طب دي كل الاستروك جوه الشكل ده واخد من حيز الشكل بالكامل كده، واخد من حيز الشكل بالكامل، واخد من حيز الشكل بالكامل. لا ده كله بره الشكل كده عندهم، كله بره الشكل، كله بره الشكل بالكامل كده، بره الشكل بالكامل، بره الشكل. يبقى انت شوف بقى، انت عايز تخليه كده عندي ايه؟ عايز تخليه جوه في النص بره الشكل. كيف الظل مثل نعم، كيما ظل كأنه مش ظل، لا هو مكان الاستروك فين من حيز الشكل؟ هل الشكل الاصلي اللي هو ده انت عايز تخليه جوه الشكل، عايز تخليه بره الشكل، عايز تخليه كده عندي ايه؟ اللاين سنتر. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي كده عندي اهو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي. طيب الطيب بتاعنا انت عايز الاستروك بتاعك شكله عامل ازاي؟ خطين، خط تخيل وخط رفيع، عايزه 3 خطوط كده عند اهوت، شكل بقى براحتك، عايزه كده عندي داش داشات كده عند اهوت براحتك، الدنيا تمام تمام كده عند اهوت. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كتير. يبقى ده كده عندي شكل الاستروك، ده كده عندي شكل الاستروك سوليد، يعني خط ايه؟ خط صريح كده عند اهوت. طيب تعالى لي بقى الحته دي، الستارت والاند. الستارت والاند لو انا هشتغل بيها، انا كده الاستروك بتاعي ده ملوش ستارت وملوش اند، الاستروك بتاعي ده ملوش ستارت وملوش اند، ملوش ستارت وملوش اند. طب انا عايز اعمل له ستارت واند، انا عايز اعمل له ستارت واند، اعمل ايه؟ هات لي كده عندي مثلا الاداه اللي هي بتاعت مين؟ الاريزر، الاريزر، وتعالى لي امسح من هنا كده، بقى لي ستارت ولي اند، كده بقى لي ستارت ولي اند، كده بقى لي ستارت ولي اند كده. تعالى اقول له الستارت بتاعتك انا عايز كده عندي ايه؟ فيها المربع ده. طب المربع ده انت عايزه كده عندي ايه؟ انت عايزه كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض، يعني مثلا كده عندي ايه؟ خليه كده عندي نان. تعالى بص كده مع بعض، انا عايز كده عندي ايه؟ انا عايزه كده عندي مشطوف، عنده عايزه راوندد مشطوف، راوندد كاب. وممكن اقول لا انا مش عايز بقى كده، انا عايز ان انا احط له كده عندي ايه؟ احط له البدايه دي الستارت بتاعتي، الدايره دي. لا ده انا عايزها كده عندي ايه؟ المربع ده. لا ده انا كده عايزها كده عندي ايه؟ الشرطه دي. على حسب، شوف انت عايز تبتدي تعملها كده عندي ازاي كده عندك. كويس؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. طب الاند، طب الاند كده عندي اهوت، ادي الاند، احطها سهم مثلا، ممكن تعكس الموضوع كده عندك.
ممكن اعكس الموضوع، ممكن اعكس الموضوع كده عندي، اخلي البدايه هي اللي هي الخط والنهايه التانيه السهم. شوف انت عايز تعمل ايه انت عندك في الحاجات دي. ده كده عندي حته مين، ده كده عندي حته الستارت ومين، الستارت والاند كده عندي اهو، ده كده عندي الستارت والاند، ده كده عندي حته الستارت والاند. طيب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض نبص كده عندي كالتالي. يبقى انا كده عرفت كده عندي حته الستارت والاند، عرفت كده عندي حته الستارت والاند، وازاي ان انت حضرتك تبتدي كده عندي ايه، تبتدي ان انت تعمل كده عندي الكلام ده. طب تعالى كده مع بعض اختار لي كده عندي من هنا، اختار لي مثلا كده عندي ستريت كده عندي، بص كده مع بعض ادي الستريت بتاعتك. طب تعالى كده مع بعض، لما انا اخترت الطيب مقطع كده عندي حته، ظهرت كده عندي حته ايه، الجاب كلر كده عندي. انت عايز الجاب كلر تبقى لونها ايه، لونها ايه الجاب كلر، الجاب كلر المسافات اللي ما بين الخطوط اللي انت عملتها عايزها تبقى نوعها ايه. الجاب كلر دي يعني بص عليه كده عندي، قول له داش كده عندي اسود اصفر اسود، الاسود ده الستروك، الاصفر ده الجاب، الحته الفاضيه خليها نن. ما اقدر ازاي اجيب الجيب كلر، انا ما عنديش الجيب كلر. الجاب كلر دي، الجاب كلر دي يعني بص كبر بس المساحه بتاعت القايمه بتاعتك، ممكن تكون القايمه بتاعتك عندك مش ظاهره كامله، بس ممكن تكون القايمه بتاعتك مش ظاهره بالكامل كده. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي انا كده مش مع عارفه لما انت عاملها كده، ايه عندي موجوده في البار، مش عارفه اعملها زي ما انت عاملها كده. ايه اللي ايه اللي ايه اللي, إيه اللي مش عارف اعملها زي ما انا عاملها قائمة الستروك، ايه، قائمة الستروك مالها قائمه ستروك مش ظاهره كده يعني كامله؟ طيب لو مش ظاهره كامله قول له كلمه شو اوبشن، اضغط على 3 نقط دهمت وقول له كلمه شو اوبشن، شو اوبشن منها، شو اوبشن انا كده معمول لها هايد اوبشن، تعالى اقول لها كلمه شو اوبشن، شو اوبشن كده عندك تظهر بالكامل كده عندك. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، يبقى الجاب كلر كده عندي اهوت، ادي الجاب كلر، تبتدي تختار اللون اللي انت عايز تحطه اهو، تبتدي ان انا اختار اللون اللي انا عايز احطه، اختار اللون اللي انا عايز احطه كده عندي اهوت كويس، وتبتدي بقى كده عندي ايه، خفف اللون، زود اللون اللي هي التنت، الجاب ايه تنت كده عندي اهوت اللي هي تخفيف وتزويد ايه، وتزويد اللون. فلو انت بقى هتقعد بقى تالف في الاستروكات عيش حياتك، يعني عيش حياتك الف في الاستروكات زي ما انت عايز، قائمة السلوك دي عيش حياتك، تدي لك أشكال كتيرة كده عندي للشكل، كبراويز للشكل، كبراويز للشكل كده عندك، عيش حياتك بقى، اقعد ألف بقى كده عندي إيه، اختار ده، اختار الدواير دي كويس، عيش حياتك إيه؟ الدنيا كده عندي جميلة خالص كده عندك، الدنيا جميلة كده عندي، الدنيا جميلة خالص كده عندك، نجم وصل. تعملهم برشا كبير. فالدنيا إيه، الدنيا فيه أشكال كتيرة كده عندي إيه، هذه الأشكال كتيرة كده عندك تبتدي اختارها كده عندي إيه، وظبط نفسك. ودي كده عندي قائمة مين؟ دي قائمة ستروك بكل اللي فيها كده عندك، بكل اللي فيها، بكل اللي فيها كده عندك. طب جميل، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. يبقى انا كده خلصت قائمة ستروك، كده خلصت قائمة مين؟ قائمة ستروك كده عندي اهو. طيب حلو، بصوا بقى مع بعض كده عندي ستروك. تعالى النهارده دلوقتي كده هنبتدي كده عندي تاني ايه، هنبتدي كده عندي لو انا حبيت ان انا اعمل جدول في برنامج الانديزاين، عايز ان انا اعمل جدول في برنامج الانديزاين، عايز ان انا ابتدي ان انا اعمل جدول في برنامج مين، في برنامج الانديزاين. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض شدي لي ريكتانجل فريم تول كده عندك، ادي الفريم تول دي كده عندك، شد لي الفريم تول ده، شد لي الفريم تول ده كده عندك. طب حلو، هات لي آلية التكست واضغط لي جوه اهو، آلية التكست واضغط لي جوه، تعالى على قائمة تيبل هتلاقي كلمة انسيرت تيبل بقت نشطة، انسيرت تيبل بقت نشطة، من غيرها، من غير الكلام ده، لو انا دلوقتي ديليت ما عنديش الانسيرت ما عنديش كده عند الريكتانجل فريم تول تيبل، هتلاقي انسرت تيبل مش نشط، مفيش،
مفيش انسيرت تيبل، ما انت مش عارف تحط التيبل فيه. انت عايز تعمل تيبل في برنامج الانديزاين، جدول في برنامج الانديزاين كده يا دكتور. كويس، يبقى اول حاجه الجداول في برنامج الانديزاين عشان تبتدي ان انت تعمل جدول. تعال كده خد لي مساحه الجدول كده يا دكتور، المساحه اللي انت عايزها ايا كان المساحه كده عند اول، خد لي المساحه اللي انت عايزها كده عند اول. طب حلو، خدنا المساحه. بعد كده انا واقف كده، انا عامل سيلكت كده عند عليها كده عند اهو، اهو على المساحه بتاعتني. تعال اقول له تيبل، انزلت تيبل لسه مش نشط. عايز تنشطها هات اداه التكست اهي، وضغط لي هنا تيبل بقت نشط، بقت نشطه كده عندي حته انسيرت مين؟ انسيرت تيبل كده عند اهو. طيب جميل، تعال كده مع بعض اضغط لي بقى كده عند اهو. بيقول لك كده عندي ايه؟ بيقول لك كده عندي انت عايز البادي رو كام صف؟ هو الجدول عباره عن ايه؟ كويس؟ الجدول عباره عن ايه كده عندي يا اساتذه؟ بصوا معايا كده عندي يا اساتذه. تعال كده مع بعض هنبتدي كده عندي نقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده نقول كده عندي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي جدول في الدنيا كده عنده هو عبارة عن إيه؟ مجموعة من الصفوف متقطعة مع مجموعة من الأعمدة اللي هي الكولون عشان تكون مجموعة من الخلايا. يبقى مجموعة من الصفوف متقاطعة مع مجموعة من الأعمدة، صف يعني رو، متقاطعة مع مجموعة من الأعمدة اللي هي كولوم عشان تكون مجموعة من الخلايا اللي هي سيلز، من أجل تكوين مجموعة من الخلايا اللي هي سيلز كده عند دكتور. يبقى مجموعة من الصفوف متقاطعة مع مجموعة من الأعمدة، كويس، علشان خاطر تبتدي إنها كده عندي إيه؟ تبتدي إنها تكون مجموعة من الخلايا اللي هي سيلز. طيب فين الرو اللي هي بالأصفر دي؟ ده الرو. طيب فين السيلز؟ فين قصدي الكولومن اللي هي بالطول ده؟ ده كولومن. طيب فين السيلز اللي هي بالاخضر ده؟ سيلز. طيب انا كده الجدول بتاعي ده كام رو؟ عد لي كده عندي 1 2 3 4 5 6 رو. في كام كولومن؟ 1 2 3 4 5 6 كولومن. يبقى 6 في 6 6 رو في 6 كولومن. انت بتبتدي بقى تشوف الجدول بتاعك اللي انت عايز تعمله. انت عايز تعمله كده عندي كام رو في كام ايه؟ في كام كولومن كده عندك؟ طب تعالى دلوقتي كده مع بعض، لو انا اديت لك جدول زي ده، لو انا اديت لك جدول زي ده مسلسل، الاسم، العنوان، التليفون، الموبايل، المنزل كده عندك 1 2 3 4
انا عندي الجدول ده كام رو في كام كولوم، كام رو في كام كولوم كده عندي يا سيدي؟ ها، 5 في 5. طيب بص معايا كده عندي يا سيدي، انت عشان تبتدي تحسب الجدول بتاعك ده، عشان تبتدي تحسب الجدول بتاعك ده كمل لي ده. ده كده عندي 1 2 3 4 5 6 رو، لأن ده بص عد على الأكتر، 1 2 3 4 5 6 رو. طب في كام كولوم؟ 1 2 3 4 5 5 كولوم. طب إيه اللي حصل هنا يا باشمهندس في الخلية دي؟ إيه اللي حصل في الخلية دي؟ وإيه اللي حصل في الخلية دي؟ وإيه اللي حصل في الخلية دي؟ الخلية دي حصل لها حاجة اسمها ميرج، ميرج سيلز، دمج الخلايا. حصل لها كده عندي كام؟ حصل لها كده عندي ميرج اللي هي دمج. الخليتين دول اندمجوا مع بعض بقوا خلية واحدة. دول اندمجوا مع بعض حصل لهم دمج، ودول اندمجوا مع بعض حصل لهم دمج، ودول اندمجوا مع بعض حصل لهم دمج، ودول كده حصل لهم برضو دمج كده عندهم ميرج. ميرج الخلايا كده عندك، لان انت في عندك حاجه اسمها ميرج الخلايا، وفي عندك حاجه اسمها سبليت، في عندك حاجه اسمها سبليت سيلز، وفي حاجه اسمها ميرج سيلز. لسه هنبتدي ناخد المصطلحات دي دلوقتي. سبليت اللي هي كده عندي اس قسم الخلايا، ان هو تقسم الخلايا، تقسم الخلايا، الخليه الواحده لخليتين تقسيمي، بس سبليت اللي هو تقسيم، تقسيم كده عند دوت. طب الميرج اللي هو دمج، دمج الخلايا، يبقى تقسيم ودمج، تقسيم ودمج كده عند دوت. يبقى انا كده عندي في عندي حته سبليت، وفي كده عندي حته المين، الميرج كده عند دوت. يبقى انا كده عرفت كده عندي ميرج سيلز والسبليت سيلز. كده عرفت كده عندي حته الميرج سيلز، المصطلحات دي كده عندي، هو ايه كده عندي الميرج سيلز، وايه كده عندي حته السبليت، مين السبليت سيلز كده عندي. طيب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. بص بقى مع بعض كده عندي، فانا دلوقتي كده عندي لما نرجع بقى لبرنامج الانديزاين مره ثانيه، فبيقول لك كده عندي ايه، بيقول لك كده عندي ادي الرو البادي رو، انت عايز كام، كام صف، والبادي كولوم عايز كام عمود، كويس، وعايز كده عندي ايه الدايركشن، الجدول بتاعك من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين، يعني عربي، عربي بيكتب عربي ولا بيكتب انجليزي؟ العربي اللي هو كده عندي، يعني بص الجدول بيبقى ماشي ازاي، لو عربي بيبقى الجدول ماشي كده ترتيبه، ده كده عندي العمود الاولاني، ده العمود الثاني، ده العمود الثالث، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. طب لو انجليزي اللي هو من ليفت لرايت، يبقى ده المفروض العمود الاول، ده العمود الثاني، ده العمود الثالث، ده العمود الرابع، ده العمود الخامس. انت ماشي من يمين ليسار ومن يسار ليمين، كويس. طب جميل. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كده. طيب انا لو عامل جدول زي ده، الجزء اللي فوق ده اهو، ده اهو بيتقال عليه التيبل هيدر، الهيدر ده، ودايما الهيدر بيكون لون الكتابة فيه مميز عن باقي الجدول، لون الكتابة فيه بيبقى مميز. لو انت قلت له انا عايز اعمل
هيدر. فانت زي ممكن ما تعمل هيدر ممكن تعمل كده برضو حاجه اسمها كده عندي ايه؟ فوتر، اللي هي نهايه الجدول دايما اللي هي كده عندي بيبقى فيها كده عندي ايه؟ بتبقى فيها النتائج، النتائج كده عندك لو انت عايز تبتدي ان انت ايه هتجمع مثلا، لو انت عايز مثلا لو كان هنا في ارقام الارقام دي هيتم جمعها وتطلع هنا نتيجه كده عندي في الاخر، فانت عايز النتيجه بتاعتك يبقى لونها مميز برضه عن بقيه الجدول ده كده الفوتر كده عندك، الفوتر كده عندي. يبقى انت ممكن تعمل الجدول بتاعك هيدر تميزه، وممكن تعمل الجدول بتاعك فوتر تميزه كده عندك اللي هو كده عندي هنا. فبيقول لك انت عايز تعمل كده عندي رو هيدر، كام رو هيدر وكم كام رو فوتر كده عندي، كام رو هيدر وكم رو فوتر، كام رو هيدر وكم رو كده عندي ايه فوتر كده عندي. طب تعالى نقوله كده مثلا كده عندي، تعالى بقى يلا كده نبتدي كده عندي، هنقول له مثلا 6 في 6 ادي 6 في 6 كويس، وتعالى اقول له اوكي ادي جدول 6 في 6 كده 1 2 3 4 5 6 مثلا ما عنديش table direction، مفيش ايه؟ ما عنديش table direction. ممكن بس تكون هو نفس الاصدار اللي عندي ولا مش نفس الاصدار اللي عندي؟ لا تقريبا احلى، انا عندي فيزياء 2017، انا معاك انا انت ايه الاصدار عندك ايه؟ سي سي 2017. 2017. على ما اعتقد نفس اللي عندي، فالمفروض انه يكون في عندي الحتة دي، المفروض يكون في عندك الحتة دي اللي هي الدايركشن دي كويس. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، فده كده عندي حته الجدول بتاعنا، ده كده عندي حته الجدول بتاعنا كده عندي الجدول كده انضاف كده عندي اهوت، الجدول انضافه زي الفل زي الفل كده عندي اهوت، معلش كده عندي الجدول انضافه زي الفل كده عندي اهوت، ابتدي اكتب فيه اهو، ادي كده ادي كده عندي الخليه الاولى، الخليه الثانيه، الخليه الثالثه، الخليه الرابعه، الخليه الخامسه، الخليه السادسه، اكتب فيها عيش حياتك يعني اهو، اديني كده عندي كويس. طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي، بص مع بعض ادي الجدول بتاعنا كده، يبقى انا كده عرفت كده عندي حته مين، حته الجدول بتاعنا ازاي ان انت تبتدي تعمل جدول كده عندي اهوت، تبتدي ان انت تحط جدول كده عندي في التصميم. طب تعالى كده امسك لي كده عندي الجدول بتاعك ده كويس، ادي الجدول كده عندي اهوت، بص مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض علمني كده عندي على ثانية واحدة، أعلم الجدول ده كله، أعمله كده عندي ديليت. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي إيه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي إيه كالتالي، بص مع بعض ديليت ديليت تيبل، أنا عايز أحذف الجدول كله، عايز طير الجدول كله كده عندي، ديليت ديليت إيه؟ ديليت تيبل كده عندي، طيرت الجدول كله كده عندي. يبقى أنا ينفع، هل ينفع إن أنا أحذف الجدول بتاعي؟ أه تحذف الجدول بتاعك عادي خالص، زي ما حطيته زي ما تحذفه، زي ما حطيته زي ما تحذفه، زي ما حطيته زي ما تحذفه. طب هات إعداد الكتابة، حط تاني اداه الكتابه، يلا من تيبل انسيرت، تعالى كده عندي بص لي بقى كده عندي اساس، انا قلت له 6 في 6، قلت له انا عايز واحد هيدر، واحد رو هيدر، واحد رو هيدر، واحد رو هيدر كده، تعالى اقول له اوكي، ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، سبعه ليه كده عندي؟ لان هو حط لي ده الهيدر بتاعي كده عندي، ده الهيدر بتاعي كده عندي. يبقى دي كده عندي حته مين؟ حته الهيدر بتاع حضرتك كده عندك، الهيدر بتاعك، الهيدر بتاعك اكتب ده الهيدر بتاعك، انا عامل حسابه كده عندك، عامل حساب الهيدر بتاعي، عامل حساب الهيدر بتاعك. طب جميل، طب معلش يا باشمهندس، قول لي يا كريم الهيدر ده استفاد بيه ان انا مثلا ازود عدد صفوف، عدد من فوق صفوف كهيدر؟ بص اقول لك حاجه، هو الفكره كده عندي ايه؟ انا عايز اعمل مثلا كده عندي ايه، عايز اعمل جدول في 100 عميل، تمام يبقى انا محتاج 100 صف صح؟ ايوه. طيب بس انت عايز بقى كمان صف تاني زياده، صف تاني زياده صح. الهيدر ده اللي انت هتكتب فيه بقى ايه، الاسم والعنوان والتليفون والكلام ده كله، يبقى ده تمام، صف مين؟ صف الهيدر كده عندك، صف الهيدر من فوق. صف الهيدر، يبقى انا عندي 100 عميل وده صف الهيدر الزياده كده عندك، وصلت تمام كده يا مع بعض باشمهندس. كده عندي يا اساتذه؟ طيب طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ طب تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي إيه كالتالي كويس؟ لسه هنقول، والله لسه هنقول ازاي نعمل دمج وازاي ان احنا نعمل تقسيم ونعمل الكلام ده كله،
ما احنا لسه داخلين في الجدول اهوت، لسه داخلين في خواص الجدول. الجدول لسه فيه في شغل كتير كده عندي. اصبروا بس كده عليا كده عندي بالله عليك. كويس، يبقى ده كده عندي حته مين؟ يبقى ده كده عندي حته ازاي ان انا ابتدي ان انا احط جدول في الاول، ازاي ان انا ابتدي ان انا احط جدول في الاول. انا كده عرفت كده الجدول بتاعي، الجدول بتاعي كده عندهم. طب حلو، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض، هل ممكن يكون قفل الفونت يعني هيروح مفتوح بي دي اف لو انا سيفته، ولا الفونتات تكون مقفوله؟ كويس، ينفع ان انا اقفل الفونتات بتاعتي كده عندي اهوت، عشان خاطر ان الفونتات كده عندي ما تبتليش كده عندي ايه اللي يحصل لها؟ انها لما تروح عند العميل تتغير. كويس، الفونتات تتقفل ما تتغيرش كده عندي اهوت. طيب بص كده عندي مع بعض كده عندي يا فندم. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض، يبقى انا كده دلوقتي كده عندي اهوت ابتديت كده عندي ان انا اعلم على الجدول بتاعي، وابتدي ان انا احط البيانات بتاعتي. كويس، ابتدي ان انا احط البيانات بتاعتي، ابتدي ان انا احط البيانات بتاعتي في الجدول. طب تعالى بقى كده نبتدي ندخل بقى كده عندي ايه؟ تعالى نبتدي ندخل بقى في خواص كده عندي مين؟ في خواص الجدول بتاعي. انت لو كتبت كده عندي كتابه في الجدول وعايز تمسحها، علم على الكتابه بتاعتك واضغط ديليت في الكيبورد. يعني انا كنت كاتب كتابه كده عندي اهوت، عايز امسح افضي الكتابه دي، افضي الخلايا دي، افضيها. علم على الخلايا بتاعتك واضغط ديليت في الكيبورد، يفضي لك محتوى الخلايا. يفضي لك محتوى الخلايا، يفضي لك محتوى الخلايا كده عندي. طب باشمهندس، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ انا عملت الجدول، عايز اكبر استروكاته شويه، عايز اكبر استروكاته، عايز اكبر استروكاته كده عندي. تعالى كده نبتدي نكبر استروكاته منين؟ امسك الجدول، علم على الجدول ككل، اعمل لي سيلكت على الجدول بتاعك ككل كده عند اهوت، او سيلكت على الجدول بتاعك ككل في، بصوا مع بعض ثانيه. طيب بصوا يا اساتذه، الهيدر لما انا معلم عليه، لما باجي انزل تحت ما بيعملش سيلكت لتحت. بص كده ما بينزلش سيلكت لتحت كده عند اهوت، لان ده هيدر. هيدر شوفوا، شوفوا الهيدر، انزل لتحت، انا عامل سيلكت، ما سبتش الماوس اهو، جيت انزل لتحت مش راضي اعمل سيلكت لتحت، لان ده هيدر، ده مستقل مع نفسه كده عند اهوت. كبر لي كده عندي ايه؟ كبر لي كده عندي الاستروك بتاعه، قلل لي الاستروك بتاعه براحتك. لكن لو جيت امسك البادي، البادي اهو بيتعلم على السيلكت كله. شوف انت في البادي انت حر، انت حر تعمل سيلكت زي ما انت عايز. انا اعمل سيلكت زي ما انا عايز، لان ده بادي، مش انا كنت قايل له انا عايز 6 رو وواحد هيدر، فالهيدر منفصل لوحده. كويس، الهيدر منفصل لوحده. كويس، الهيدر منفصل لوحده كده عندي اهو. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ طب تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي. كويس، تعالى دلوقتي كده مع بعض نبص كده عندي، لو انا حبيت ان انا كده عندي اعمل ايه؟ كويس، لا هتمسك من غير هيدر كده عندي اهو، هتمسك من غير هيدر كده عندي، هتمسك من غير هيدر، هتمسك من غير هيدر كده عندي. لو بيقول لي كده عندي ايه؟ طب ما تحاول تسيف كده، تعمل سيلكت كده عندي ايه؟ سيلكت اللي هي كنترول ايه؟ سيلكت اول، يعني سيلكت اول. كويس، فلا مش الهيدر بيتعلم عليه لوحده، بيتعلم عليه لوحده، بيتعلم عليه لوحده. طب حلو، تعالى امسك لي بقى الجدول ككل. انا عايز ابتدي ان انا ازود ايه؟ ازود كده عندي الاستروكات بتاعت الجدول كده عندك. عايز ازود الاستروكات بتاعت الجدول، عايز ازود الاستروكات بتاعت الجدول كده عندك. طيب جميل، يبقى انت كده حضرتك بتبتدي ان انت تزود الاستروكات بتاعت الجدول، يبقى انت كده حضرتك بتبتدي ان انت تزود الاستروكات بتاعت مين؟ بتاعت الجدول كده عندك. طيب حلو، يبقى انا كده عندي اول حاجه ابتدي ان انا امسكها وازود استروكات الجدول، وازود استروكات الجدول كده عندك. طيب تعالى كده هات لي الاستروكات كده عندك. طب بقى ركز بقى معايا في الحته دي كده عندي بالله عليك، ركز معايا في الحته دي بالله عليك. ايه بقى كده عندي؟ لو انت حضرتك ادي الجدول بتاعك، ادي الجدول بتاعي كده عندك، انا عملت سيلكت على الجدول. تعالى بص على الحته دي، بص لي على الحته دي. ايه بقى الحته دي؟ انت دلوقتي الاطار اللي متعلم عليه ايه؟ الاطار الخارجي صح؟ الاطار الخارجي كده عندك. تعالى زود، مين اللي بيزيد؟ مين اللي بيزيد كده عندي يا اساتذه؟ الاطار الخارجي بس، بره 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 حدود الجدول. هل في حاجه من جوه بتزيد؟ الخلايا من جوه عندك بتزيد؟ لا ما بتزيدش، ما بتزيدش، ما بتزيدش. طب لو انت عايز كده عندي الخلايا كمان اللي جوه تزيد، تعالى كده شايف العلامه دي، شايف نصها، اضغط دبل كليك، دبل كليك.
اضغط دبل كليك، اضغط دبل كليك واختار لي بقى وحد لي كده الشكل بتاعك كله. اهو 2 3 4 كله بيزيد كده عندك، كله بيزيد كله بيزيد، لان انت حددت كله، انت حددت كله اهو، اهو حددت كله، حددت كله. خلي غير بقى كمان نوع الاستروكات بتاعتك، خلي كده عندي مخطط، خلي كده عندي، كده عندي خطين، خلي كده عندي، خلي كده عندي خط واحد كويس، 3 خطوط، عيش حياتك، قلب كده عندك كويس. تاني تاني تاني، بص كده مع بعض كده عندي ست، بص مع بعض كده عندي ست. انت دلوقتي كده لو لو عندك جدول كده عندك، انت عندك جدول كده كويس حلو، ادي الجدول بتاعك، ادي الجدول بتاع حضرتك، عملت سيلكت على البادي بتاعك كده عندك، عملت سيلكت على البادي بتاعك، علمت سيلكت على البادي، بلاش بلاش الجدول كله، شويه الخلايا دي. شوف كده لما لما انا سلكت عليها في رسمه عندي هنا، تعالى دلوقتي كده مع بعض، انا كده منشط الحدود الخارجيه، بس لو كبرت الاطار الخارجي بتاع الخلايا دي هي اللي عايز يزيد. طب جوه ما بيحصلش حاجه ليه؟ جوه ما بيحصلش حاجه ليه؟ لان حضرتك ما سلكتش على جوه، ما سلكتش على جوه، ما عملت سلكت كده عندي على الكولوم ولا على الرو، ولا على الكولوم ولا على الرو كويس، ولا على الكولوم ولا كده عندي ايه، ولا على الرو. طب انا عايز اخليه يغير في كله، عايز اخليه يغير في كله كده عندي، اعمل ايه كده عندي؟ اضغط لي نوع دبل كليك، دبل كليك، بص علمني على كله كده. تعالى دلوقتي كبر، اختار لي بس كده عندي من هنا اهو 2، كله بيغير كده، كله بيغير، كله بيغير. طب هو انا كنت ينفع يا باشمهندس، تعالى الغي لي كده عندي من بره، خليهولي كده عندي ايه، صغر لي بره، شوف انا صغرت بره بس سبت جوه زي ما هو. طب هو انا ينفع اصغر اللي بالطول بس؟ بص كده مع بعض، الغي لي كده الاطار من بره، شوف انت انت عندك ممكن تخليه كده عندي، الغي الاطار من بره والغي الرو كويس، بص لي كده مع بعض، انا خليته كده عندي هيعمل كده عندي ايه، بصوا الكولوم بس، الكولوم بس، بصوا مع بعض مين اللي بيصغر، اللي بالطول بس، الاعمده بس كده عندك، انا كده اللي بيصغر وبيكبر اللي في الاعمده، لان انا معلم هنا على الاعمده بس كويس. طب لو انا لغيت العمود وعلمت على الرو، مين اللي بيكبر ويصغر؟ الرو، الرو كده عندك، الرو اللي بتكبر وبتصغر، الرو اللي بتكبر وبتصغر، الرو اللي بتكبر وبتصغر. طب لا ده انا مش عايز كده الرو كويس، ده انا عايز كده عندي الاطار الخارجي، علم لي دبل كليك، اضغط دبل كليك ناو، يبقى الاطار الخارجي هول، الاطار الخارجي هول. لا طب لو انا عايز اعلم بس اللي فوق بس هو اللي يكبر، اللي فوق بس هو اللي يكبر، بص الغي لي كده كليك يمين اهو، الغي كله وعلم على اللي فوق بس، اللي فوق بس هو اللي بيكبر كده. على حسب ما انت بتعلم هنا انت بتقول مين اللي يكبر ومين اللي يصغر. وكمان كده عندي اتغير شكله، وتغير تغير شكله كده عندك، شكل الاطار كده عندك، داش جاب، داش جاب براحتك. فالموضوع راجع لك في الحته دي، حته ده شكل الاطار من بره وشكل الدنيا بتاعتك، انت اللي بتبتدي ان انت ايه، ان انت تقولها كده عندك انت عايز اهو. يبقى انا وضحت لك كده عندي الحته دي مهمه، الحته دي مهمه جدا، عشان في ناس كتير ما بتشرحهاش، ما بتشرحش الحته دي. هو يلا علم من بره، غير نوع الاطار بس على كده، شكرا وخلاص وانتهيت. جميل، انت بقى عايز تقلب براحتك، انا بدي لك كل حاجه وانت تعيش حياتك، يعني ده مبدئي في شرحي، انا اعرفك كل حاجه وانت تختار بقى براحتك، انت يبقى عندك الامكانيات ان انت تعمل اللي انت عايزه كله. وصلت كده مع بعض كده عندي يا اساتذه؟ يبقى دي كده عندي حته مين؟ يبقى دي كده عندي حته اهي، اللي هي دي، اللي هي دي كده عندك، اللي هي من قائمه مين؟ من قائمه ستروك. لو المحاضره قفلت يا اساتذه هفتح جزء ثاني، لو المحاضره قفلت هبتدي افتح جزء ثاني كويس، عشان نبتدي نخلص اعدادات مين؟ اعدادات التيبل النهارده، عشان نبتدي نخلص اعدادات التيبل كده عندي، اعدادات التيبل النهارده كده عندي ان شاء الله. طيب يبقى كده عندي حته التيبل كده بتاعنا ده، كده عندي حته التيبل كده عندي، حته التيبل بتاعنا كده عندي اهوت ان شاء الله. خلي المحاضره تقفل عشان ابتدي كده عندي الجزء الثاني كده عندي من تكمله اعدادات ايه، تكمله